الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول السائل: ما حكم التسمي بأسماء الملائكة وكأسماء مثل أبرار وإيمان وبرة وجبريل وعبد المعين؟ هذا السؤال وجه للجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز عليه رحمة الله. فقال، أجابت اللجنة بأنه لا مانع من التسمي بالأسماء المذكورة عدا عبد المعين، فالأحسن ترك التسمي به، لأنه لم يثبت أن المعين من أسماء الله تعالى، وكذا اسم برة الأفضل تغييره وعدم التسمي به، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يجوز عبد المعين لو سمى نفسه معينا سمى نفسه معينا أو معين، لا بأس، لكن عبد المعين، عبد الدائم، عبد الناصر، هذه أسماء موجودة عند العرب، لكن لم يثبت أنها من أسماء الله. الناصر صفة من صفات الله وليس اسما، الدائم صفة من صفات الله وليس اسما، المعين صفة من صفة الله، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لكن القاعدة عندنا في الأسماء والصفات، كل صفة، كل اسم يشمل صفة أو يتصف به، وليس كل صفة اسما. فلا يسمى يعني الله عز وجل تقول النازل والجائي وجاء ربك والملك صفا صفا، تقول الله عز وجل الضاحك المبكي، هذه من صفات الله، أضحك وأبكى. الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، فكل اسم صفة، كل اسم صفة وليس كل صفة اسما. هذه قاعدة في باب الأسماء والصفات. فبعض أهل العلم يمنع، لكن يعني كثير من أهل العلم يقولون لا بأس بأسماء الملائكة وأسماء الأنبياء، إلا بعض الأسماء كلوط، يعني ينبغي لا يسمى بهذا الاسم، لأن الناس لا تعرف، قد ينادونه بلوطي أو كذا، لا تفهم الناس ما معنى هذا الاسم، أنه اسم نبي من الأنبياء. تعرفون لوط اسم من الأسماء، وهي الأسماء السبعة التي إيش مجموعة في قولك صن شملة في النحو. ما حكم هذه الأسماء السبعة صن شملة التي إيش التي تنصرف؟ ونوح، هذه أسماء تنصرف من أسماء الأنبياء، صن صاد الصاد صالح من الأسماء العربية صالح، نون نوح، صن شملة شعيب، وشيث، شيث جاء في الآثار أنه من أولاد آدم عليه الصلاة والسلام وكان نبيا، ميم محمد، لام لوط، هاء هود. فالأسماء العربية صالح وهود ومحمد وشعيب، هذه أسماء عربية ولها معاني، لكن لوط ونوح وشيث، يعني هذه الثلاثية ساكنة الوسط، هذه تنصرف، بخلاف إذا كان ثلاثيا محرك الوسط مثل إيش سقر، تقول ما سلككم في سقر وليس في سقر، فإذا كان يعني محرك الوسط. طيب، نعود إلى، فقط أحببت، قد يقول قائل أن اعتراضي على اسم جبريل أنه لا يجوز، لا، إنما فقط حتى عندنا في العرب يسمون جبريل
لكن بعضهم كعائلة ابن جبرين بن نون جبرين الشيخ دكتور عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله من المشايخ الذين حضرنا عندهم دروسا، كان رحمه الله شديدا وقويا وهو قد جاوز 70 من عمره، يجلس بعد صلاة الفجر للدروس إلى الساعة 7 ساعتين وهو على الجلسة واحدة، ويأتي الطلاب هذا يقرأ في الفقه وهذا يقرأ في الحديث وهذا يقرأ في السيرة وهذا يقرأ في التاريخ، وهذا حوالي 7 دروس من بعد الفجر الساعة 5 في الرياض إلى الساعة 7، وكنا أحيانا ندركه وهو يمشي في طريقه إلى البيت ماشيا، اركب معنا الشيخ السيارة كان يقول اذهبوا بيته يعني لا بأس قريب، لكن كان رحمه الله متواضع. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان بعض الطلاب ينتهز الفرص في مشيه، يمشي من بيته حافيا على أقدامه إلى المسجد، من بيته إلى المسجد مسافة لا بأس بها، فكانوا يسألون الشيخ وهو في طريقه. فرحم الله هؤلاء الأئمة والمشايخ، يعني هم من بقايا السلف نحسبهم والله حسيبهم. كذلك الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، وقد ذكرت من قبل أول لقاء لقيت الشيخ ابن باز عليه رحمة الله رأيته دمعت عيناي، ما ملكت نفسي. كنا نسمع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ظننا يعني تلك السمعة والهالة، ولكنه رجل شيخ عالم متواضع، سبحان الله من تواضعه أنه يعني يسأل عن الناس، يسأل عن فلان وعن فلان وهو أعمى، يعني عمي رحمه الله وعمره 19 إلى 20 سنة. يقول كنت ذات يوم وأنا قد بليت بالعمى ممتدا، فكانت خالتي تقول لأمي مسكين عبد العزيز هذا كيف سيحصل على عمل، سبحان الله. يعني أعمى من سيشغله؟ والشيخ أصبح كانت رتبته رتبة وزير، راتبه كان يستلم الآلاف من راتبه، لا يبقى معه نهاية الشهر شيء من راتبه، وقيل كان أحيانا يبقى عليه دين، كان يكفل أسرا ويكفل أناسا وطلاب علم من راتبه الخاص، من راتبه الخاص. نعم. إلا ما ذكر في الفتوى اسم براء براء، هذا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ما اسمك؟ قالت براء. قال بل أنت زينب. براء يعني من البر، الأسماء التي فيها تزكية، لا ينبغي أن يسمى بأسماء تزكية أو أسماء فيها شيء من يعني شناعة اللفظ كشهاب، شهاب يعني نار. جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال شهاب. قال بل أنت هشام، بل أنت هشام. فلا ينبغي التسمي بالأسماء التي فيها يعني شيء من الأسماء التي لا يتفاءل بها. ولذلك قيل أن رجل أتى النبي، أتى عمر بن الخطاب فقال ما اسمك؟ قال شهاب. قال من أين من؟ قال ذات الحلوى. قال أيهن؟ قال ذات لظى، يعني منطقة وحي. قال أدرك أهلك فإن بيتك قد احترق. فذهب الرجل فإذا بيته يحترق، حرة وذات لظى وشهاب، كل نار في نار. هذا فلهذا اختار الأسماء. كانت عندنا محاضرة للمدرسين في تربية الأبناء، قلنا اختر لأولادك الأسماء الطيبة الجميلة. قال صلى الله تعالى وسلم أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الهمام والحارث.
الهمام من إيه؟ من الهم، من الهمة، عفوا من الهمة وليس من الهم والغم، همام. والحارث أه؟ يعني هذه أسماء فيها شيء من الحماس والعمل والهمة. ولا تسمي أسماء يعني أنثوية أو أسماء خبيثة أو أسماء الكفار أو أسماء يعني بعض كما يفعل بعضهم. كان عندنا في اليمن أيام الشيوعية رجل سمى أولاده الأربعة ماركس إنجلز لينين ستالين. هؤلاء الطواغيت الأربعة ممن أسسوا الشيوعية في العالم قبل حوالي قرابة 80 أو 90 سنة، وأهلكهم الله وهم أصول يهودية. وكان عندنا نحن في اليمن الجنوبي شيوعية، كان الحكم شمولي، ثم الحكم الشمولي الشيوعية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، كان يحكم الحزب الاشتراكي اليمني. فعندما اهتدى هؤلاء الأبناء سبحان الله كبروا واهتدوا وأصبحوا من الشباب الملتزمين، فغيروا أسماءهم الأربعة. فلا تسمي ولدك اسما ليس له معنى أو معنى خبيث. نعم، كذلك الأسماء المركبة عندكم، يعني أربعة أسماء وهو اسم الشخص، كنت أظن أن أباه فلان بن فلان، قال لا هذا كله أنا، محمد صالح أحمد عبد الله، هذا إيش؟ قال هذا اسمي أنا. لهذا بعضهم بعض الطلاب يظنون الشيخ محمد جلال اسمه محمد جلال، أنا اسمي عارف أنور، لا أنا اسمي عارف فقط، والدي اسمه أنور رحمه الله، والشيخ محمد اسمه الشيخ محمد أبوه جلال. وهنا الأسماء خطأ كتبت، اسم الشيخ لبيب خطأ، لبيب مجيب، هو لبيب بن نجيب بن عبد الله بن غالب، لبيب نجيب وليس مجيب. ومحمد جلال حسين سعيد اليوسفي وليس محمد جلال الحسيني، الحسيني يعني من آل البيت، فيحتاج قبل الاسم الوحيد اسمي صحيح. فكان الإخوة جزاهم الله خيرا أرادوا الظاهر اللوحة يعني مفاجأة، فأخطأوا في الأسماء، لا بأس تصحح. طيب يا إخوة، قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكره للقاعدة 19، قال: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه القاعدة تسمى عند الأصوليين قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بالحرمان. القاعدة 19، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بالحرمان. ما معنى هذه القاعدة؟ إذا استعجل الشيء قبل الأوان، ضرب لذلك بعض الأصولين أمثلة. هذا جيد، سوسو لو يضاف إليه زنجبيل ممتاز للحلق، ولو أضيف إليه شاي كابوس يصبح شاي عدني. من سمع عن هذه القاعدة وما هو أو ما هي فروع هذه القاعدة؟ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ها
نعم مورثه. قتل الوارث مورثه، الابن قتل أباه. لماذا؟ أبوه شائب، والرجل شائب يعني رجل كبير في السن، 70-80 ولا يموت، والولد يريد الإرث، عنده أموال، سيموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمال أمتي ما بين 60-70، وأقلهم من يجوز ذلك. هذا أبوه جاوز 70 قال سيموت، جاوز 80 قال سيموت، جاوز 90 ما مات. والولد أصبح إذا كان أبوه 90 سنة هو كم عمره؟ أقل شيء 70 سنة. بين الأب والابن 20 سنة، يتزوج الأب عمره 20-19، حتى لو تزوج 30 إذا عمره 90 وهو عمره كم؟ 60. طيب متى سيرث أباه؟ فاستعجل وقتله لكي يحصل المال. توزع الورثة الآخرين، توزع المال على الورثة الآخرين، وهذا يقتل لأنه قتل أباه. هل يقتل الابن بالأب؟ لا. ها؟ لا يقتل. كيف لا يقاد الوالد بولده؟ الوالد لا يقتل بولده، قال صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بولده، وفي رواية لا يقتل الوالد بولده. الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، لأنه هو المتسبب في إيجاده، لكن ليس معناه يجوز أن يقتل ولده، لا، قد يسجن، قد يعزل، قد يحبس، لكن لا يقتل به. لكن الابن إذا قتل أباه انتبه، فهذا قتل أباه ليرثه لا يورث. كذلك الموصى له، رجل قبل أن يموت أوصى لجاره، أوصى له ثلث ماله، سبحان الله، والشايب ما مات، الجار مستعجل، هيا عندي الثلث، ورجل عنده أموال، فقتله لا يرث. موانع الإرث كم؟ من موانع الإرث يمنع الإرث منهم القاتل، القاتل، القتل، واختلاف الدين إذا كان كافرا، أحد الوارثين، أو كان من المورث الذي مات كان كافرا. وكذلك قالوا العبد المدبر إذا قتل سيده. ما معنى العبد المدبر؟ العبد الذي يقول له سيده إن مت فأنت حر، هذا يسمى عبد مدبر. العبد القن، العبد الخالص. العبد المشترك يكون اشتراك بين اثنين مشتركين في عبد، قد يكون يشترون عبدا للعمل، ويعني مشترك، يعني بعضهم يقول المبعض، وأحيانا مبعض العبد الذي اشترى جزءا من نفسه. والعبد المكاتب، كاتب سيده على أن يدفع مالا حتى يعتق، سمى العبد المكاتب، فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا، إذا علمت فيه خير صلاح، أراد أن يكاتب سيده يقول له يا سيدي كم تريد من المال حتى أعطيك؟ أريد كذا مليون، خلاص أكتب، خلاص الآن يصبح العبد يمتلك، إذا حصل مال أو شيء يملك المال. لكن العبد القن، العبد الذي ليس مكاتبا، لا يملك، لأن العبد ملك، العبد نفسه بضاعة، العبد عبارة عن مال، عبارة عن مال، فلا يملك، يملكه سيده، فلو أعطي له مال أو شيء فهو لسيده، وإذا عمل أو تكسب فهو لسيده. نعم.
كذلك فهنا من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. كذلك بعضهم يقول الرجل الذي يطلق زوجته يستعجل بالطلاق، ولكن هذه تدخل في قواعد أخرى. في مرض مخوف، المرض المخوف يعني مرض يخشى أنه يموت فيطلق زوجته، هذا يقولون يعامل بنقيض القصد، قاعدة المعاملة بنقيض القصد، طلق زوجته حتى لا ترثه قبل أن يموت وهو على فراش الموت سيموت، ماذا عمل؟ قال أنت طالق، فإذا انتهت عدتها لا ترث. لكن لو كانت طلقة رجعية، لو كانت طلقة رجعية، المطلقة طلاقا رجعيا هي في ملك إيش؟ أو في عقد الزوج، لا يصح لها أن تنكح زوجا غيره، ولا يجوز لها أن تخرج أو تذهب وتعود إلا بإذن الزوج، وإن جامعها فقد راجعها. ولهذا بعض الفقهاء يقول وتتزين وتتعطر حتى ربما يراجعها، لكن اليوم أول ما يطلق زوجته تذهب إلى بيت أهلها، وتصير النزاعات والخصومات بين الزوجين يصبح كبيرا، وكل واحد يأخذ قوله. الزوجة تقول لا أعود إلى البيت حتى يأخذني ويعيدني، وهو يقول لا تعود، لا أذهب حتى هي تعود بنفسها، وتطول المدة وتنتهي ويصبح الطلاق. وإلى الأصل الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا طلق الرجل زوجته تبقى في البيت لا تخرج، لا يجوز الخروج إلا إذا أتت بفاحشة، فاحشة قالوا الزنا، وقيل مقدمات الزنا. فالأصل أنها تبقى في البيت وتصنع له الطعام وتقوم بخدمته، وحتى قال بعض تتزين وتتطيب، ربما جاءته نفس ويجامعها فقد راجعها. وعند الشافعية من بعض الأقوال لا بد من نية المراجعة في الجماع أنه أراد الرجعة. بعض الفقهاء اشترط أن يراجع بشاهدي عدل، وعند الشافعية استحبابا لأن أخذ الحيطة في الخلافات مستحب، يعني لا تعمل ما عليه خلاف الأئمة. فهذه وهنا المؤلف رحمه الله ذكر كذلك، قال المطلق في مرض موته كذلك يعاقب بنقيض القصد. وبعضهم قلنا ذكر في قاعدة أخرى وهي المعاملة بنقيض القصد، إذا قصد شيئا على خلاف ما هو عليه. كذلك في أحكام الآخرة من استعجل الشيء قبل أوانه، يقول صلى الله عليه وسلم، يعني من أدلة هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. لكن هذا فيه إشكال كبير عند الفقهاء وعند أهل العلم في هذا الحديث، وذكر أهل العلم ثلاثة أقوال. قالوا كيف لا يشربها في الجنة وإن دخلها في بعض الروايات، والجنة ليس فيها منع، صح ولا لا؟ لا يمكن للإنسان أن يتمنع من شيء في الجنة، كل شيء مباح لك. فبعضهم قال إذا كان لا يشرب الخمر فمعناه يمنع دخول الجنة، فهو لا يدخل الجنة. وهل لا يدخلها أبدا أم لا يدخلها مع أول الداخلين ثم يدخلها فيشرب؟ كذلك على خلاف. القول الثاني من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يعني أنه وإن دخل الجنة فهو لا يذوقها ويحرم منها وإن دخل الجنة. القول الثالث أنه يدخل الجنة ولكن لا يجد لذة الخمر في الجنة،
كما يجدها الآخرون المتنعمون. على العموم نحن عندنا نص: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، فسواء كان لم يشربها مطلقا أو يعاقب بعدم الشرب ثم يشرب على خلاف عند الفقهاء. لكن القاعدة عندنا أن من استعجل الشيء هذه مما عجلت لهم طيباتهم، كما جاء في الآية وكما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عندما دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو ممتد على حصير. تعرفون الحصير؟ الحصير أيوة الذي ينام يكون على الحصير، غالبا يكون من سعف النخيل ها، أو يكون من بلاستيك، إذا امتديت عليه يحمل لك إيه؟ أثر صح؟ فدخل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأثر الحصير على ظهره عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إن ملوك كسرى وقيصر ينامون على الفرش والديباج، وأنت رسول الله تنام على الحصير حتى يؤثر في جنبك؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: يا عمر، أما رضيت أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ فهذا النعيم الذي يستعجله بعضهم وهم كفار، لا تظنن أن الله قد رضي عنهم. بعض الناس يظن أن أمريكا وأوروبا وهذه الدول الغنية، الدول التي فيها الراحة والنعيم والنساء الجميلات والأموال، هؤلاء الله رضي عنهم، هؤلاء الله أعطاهم لأنه راض عنهم. بعض الناس يقول هكذا: أنتم المسلمون، أنتم مثل ما قال اليهود، نحن أحباب الله. هم يعني ادعوا، واليوم الناس يقول المسلمون في ضيق وضنك وعدم أمن وعدم أمان لأن الله غضب عليه. الله عز وجل أبطل هذه القاعدة بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ما معنى كلا في اللغة؟ كلا معناه ألف لا. إذا أردت أن تقول لا 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 هذه قاعدة باطلة، تقول كلا واحد. هذه القاعدة أبطلها الله عز وجل. لا، قد يبتلي الله المؤمنين مثل ما ابتلى الأنبياء. أليس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء، ثم الأمثل، ثم الأمثل. ولا يزال البلاء بالرجل حتى يمشي على وجه الأرض وليست عليه خطيئة واحدة. يبتلى في ماله، يبتلى في بدنه، يبتلى في عقيدته، يبتلى في مأمنه، يبتلى في طعامه، يبتلى في كل شيء، في الأعمال. أيوب عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء، كم ابتلي في المرض، كم جلس في مرضه؟ جاء في الحديث الصحيح أنه كان في مرضه 18 سنة، 18 سنة وهو مريض. فلما قالت له زوجه في بعض الآثار: يا نبي الله، لو دعوت الله تعالى أن يعافيك، قال: إني لا أستحي من الله. كم لنا في الصحة، كم وأنا صحيح ويعني عندي المال والزوجة والأولاد؟ فقالت: 80 سنة. فقال: إن ابتليت 80 سنة فحينئذ سأدعو الله، لأن الله أعطاني الصحة والعافية 80 سنة، فإذا مرضت 80 هذه بتلك، إذا زدت على 8 يقول: يا رب. ولكن عندما اشتد عليه الأمر وعلى زوجه يعني زوجته، قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قال: يا رب،
قد طال الأذى يا رب، حصل البلاء، أن إني مسني الضر، حصل ما حصل، وأنت أرحم الراحمين. وهنا مسألة، هل يجوز للإنسان أن يصبر على البلاء أم أن يدعو الله؟ قال صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وجاء في حديث فيه ضعف: إن البلاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض حتى يغلب القضاء، حتى يغلب الدعاء القضاء والبلاء. ولكنه حديث ضعيف، لكن الحديث الأول صحيح: لا يرد القضاء إلا الدعاء. واضح؟ فلهذا المعالجة والعلاج، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، فتداووا عباد الله. ولذلك التداوي على ثلاثة أقوال عند العلماء: منهم من قال لا يجوز التداوي وعليه أن يتوكل على الله، ومنهم من قال يستحب، ومنهم من قال بل واجب. إذا علمت أن هذا الداء له دواء فيجب عليك أن تتعالج منه. نعم، فهذه القاعدة قلنا في هذا الأمر. القاعدة العشرون، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذا من هنا تأتي بعض القواعد متعلقة ببعض الشروط وبعض الألفاظ وبعض الحروف في اللغة. ما معنى هذه القاعدة؟ إذا جاء التحريم في نفس العمل أو في شرطه فدل على فساد ذلك العمل. مثاله: لو أن رجلا صلى في أوقات النهي في غير الصلوات التي لها سبب، عند الشافعية والحنابلة يصح الصلاة التي لها سبب في أوقات النهي أو الكراهة. يعني ما هي الصلاة التي لها سبب؟ مثل تحية المسجد، مثل سنة الوضوء. يقول: هذه لها سبب، دخلت المسجد قبل المغرب تصلي وتقعد أم لا تصلي؟ عند الشافعية والحنابلة تصلي وتقعد، لأن الحديث عام وهذا يخصصه، كل عام مخصوص. وإذا دخل العموم الخصوص فيخصصه، ولا يجوز العمل بالعموم. وبعض والأحناف والمالكية قالوا: لا، الحديث العام هو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والحديث الخاص نهى عن الصلاة في هذه الأوقات. وعند القاعدة كذلك هي موجودة عندنا: إذا تعارض الواجب أو إذا تعارض المستحب مع النهي قدم النهي. ولكن علماء الشافعية والحنابلة أخذوا بتخصيص العام وذكروا أدلة على ذلك، فقالوا: تحية المسجد وسنة الوضوء هي من الصلوات التي لها سبب. واختلفوا في صلاة الاستخارة عند الشافعية: هل صلاة الاستخارة من الصلوات التي لها سبب أم لا؟ بعضهم يقول صلاة الاستخارة ليس لها سبب، يعني لها سبب ولكن وقتها مفتوح، يمكنك أن تصلي صلاة الاستخارة الآن، تصليها بعد الظهر، لا تقم بعد العصر تصلي الاستخارة، إلا إذا ضاق عليك الوقت. إذا ضاق الأمر اتسع، قيل لك اختر المغرب نريد جوابا، قيل لك العصر اختر، إما تريد هكذا أو هكذا، فاحترت، ضاق الأمر، الآن اتسع، فقالوا: لا بأس أن يصلي صلاة الاستخارة بعد العصر، فهنا تكون من باب أنها ضاق الوقت فأصبحت من ذوات الأسباب. كذلك لو صلى فيما يختل شرط من شروط الصلاة، كمن صلى بدون طهارة أو لغير قبلة، أو صلى ولم يستر عورته
من أفضل ما رأيت في إندونيسيا من الشباب الإندونيسي في الحقيقة. اللباس الطيب الساتر للرجال، أما النساء مع لباسهن ليس ساترا. الرجال هذا القميص ماذا تسموه؟ ها؟ ليس الثوب، نحن نسميه قميصا ويقال له قميص كذلك الثوب. يكون طويلا، ها؟ يعني لا يكون قصيرا، يكون إلى هنا. فالآن عندنا ملابس غربية يسموها سراويل طيحني، يلبس سروال ضيق فإذا ركع أو سجد تبدو عورته. بعضهم يقول العورة من السرة إلى الركبة من الأمام، طيب من الخلف كذلك ما يحاذي السرة من الخلف هذه من العورة، فإذا سجد تبدو عورته، تبدو عورته يعني من ظهره، وإن كان فوق أكرمكم الله الدبر لكن هذا من العورة، فلا تصح الصلاة. سموه طيحني، طيحني في العامية يعني أسقطني، سروال بقي قليل يسقط. وهذا أول ما بدأ في أمريكا للنساء العاهرات أكرمكم الله، يعني المرأة التي تريد الفاحشة تلبس هذا السروال ويبدو شيء من دبرها، معناه أنها جاهزة للفاحشة. ثم انتقلت إلى الرجال، وفي بعض الولايات الأمريكية منع الحاكم الولاية منع من لبس هذه السراويلات، وهم في أمريكا وفي بلاد المسلمين يلبسون والله المستعان. فهذه من المصائب، ولذلك يعني إذا صلى وهو يعني كشفت عورته ولم يسترها في الحال بطلت صلاته، لكن لو كشفت عورته وسترها في الحال لا تبطل صلاته. كيف ذلك؟ كان يصلي سقط الصالون، هو لابس سروال قصير، أخذه بسرعة ولبسه، صحت صلاته أم لا؟ صحت صلاته لأنه سترى في الحال. أو أحيانا يصلي المروحة رفعت أنتم تسموه صالون؟ صالون فوطة أو الإزاء ارتفع مع الهواء ويصدق، فإن سترها في الحال صحت صلاته، وإن بقيه هذا لا يصح. كذلك إذا أخلى بركن من أركان الصلاة ولم يستدركه بطلت صلاته. لو سجد ونسي الركوع مثلا ماذا يفعل؟ الآن هو بين خيارين لصحة الصلاة، وهو في السجود ذكر أنه لم يركع، يعني سبحان الله سهى. الآن بين خيارين، إما أن يسجد السجدة هذه التي هو ساجد، يجلس ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم ويلغي هذه الركعة، يلغيها لا يعتد بها، وإما أن كان ساجدا يقوم إلى القيام ثم يركع، والسجود الأول ملغي. واضح يا أخي؟ واضح. هنا تحدث أحيانا بعض الأئمة هدانا الله وإياهم يصلي ويقرأ آية السجدة ولا يسجد، والمصلون الذين لا يرون الإمام يسجدون، الله أكبر سجد واسجد واقترب، لا يسجد، الله أكبر يركع، الناس سجدوا سجودهم وهو راكع، سمع الله لمن حمده. ماذا يصنع الآن؟ يقوم إلى القيام ويركع، سمع الله من حمده ويدرك الإمام. عند الشافعية وعند الحنابلة إذا سبق الإمام
بركنين أو سبقه الإمام بركنين طويلين لم تفسد صلاته لحاجة. فمثلا كان يقرأ الفاتحة وكان بطيئا، الإمام ركع وهو يقرأ الفاتحة، سمع الله لمن حمده وهو يقرأ الفاتحة، سجد السجود الأول وهو يقرأ الفاتحة، جلس إذا سجد السجود الثاني وهو لم يركع بطلت صلاة. ركنان طويلان عند الشافعية، الأركان نوعان، ركن طويل وركن قصير، الاعتدال والجلسة بين السجدتين تعتبر عندهم من الأركان القصيرة، واضح؟ ولذلك أجد بعض الشباب الإمام يعني حين الركعة الثالثة أو الرابعة بسرعة يصلون، بعض الأئمة ليس أنت ما شاء الله استدارك، عندما يصلي بنا نقرأ وإذا انتهيت من الفاتحة اقرأ سورة ثانية. ولذلك سألني بعض الشباب يقول يعني في الركوع والسجود نأتي سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم، قلت له ثم، قال نسكت، لا تأتي بالأذكار إلى أن يقول الإمام سمع الله وحمده، والسجود كذلك. طيب كيف تصنع في قيام الليل في رمضان؟ تأتي بالأذكار سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه كلها ثابتة في الركوع. في السجود سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ودعوت ادعو بما شئت، ما قام الإمام سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، دعاء ما قام الإمام سبحان الله. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسجد فأطال، فتعجب الصحابة فقال أحدهم، فخشينا على رسول الله حصل شيء، قال فقمت في سجودي، قال فإذا بالحسن أو الحسين قد ارتحله، الحسن أو الحسين ما رآه من بعيد، على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ساجد. أنت لما تصلي في البيت وجاء ولدك وركب عليك ماذا تفعل؟ يسقط الولد ويصيح ويبكي وربما يحصل له أذى، لا لا خليه اسجد، أطل السجود، ادعو الله، هذه نعمة من الله أن جاء لك ولد لكي تطيل صلاتك بدلا من نقر كنقر الديك في الصلاة. الله أكبر الله الله أكبر الله سمع الله الحمد الله أكبر الله أكبر، هذا ليست صلاة. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلاة المسيء فصلى، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ادعي سرق على ارجع فصلي فإنك لم تصل، صلى مرة ثالثة ارجع فصلي، الحديث تعرفونه. قال وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة، مثلا رجل صلى بثوب حرير ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة وإثم الحرير باق، صلى بخاتم ذهب صلاته صحيحة وإثم، صلى في أرض مغصوبة صلاته صحيحة ولكن ينال إثم الغصب، واضح؟ وبعضهم يقول إن كان ساترا للعورة الواجبة في الصلاة بحرير بطلت صلاة، لأنه متعلق بالستر، كمن انكشفت عورته أو لبس إزارا غير ساتر، إذا لبس إزارا غير ساتر ما معنى غير ساتر؟ يعني قد يكون الإزار خفيفا ترى البشرة لا تصح الصلاة، واضح؟ عرفتم هذا؟ سارون إذا كان أبيض وخفيفا هذا لا تصح الصلاة، لكن خفيف بحيث أنه ترى عورته أو يرى لون البشرة، هذا أبيض؟ لا لي هذا ليس، ولا يتشكك الإنسان. نعم واضح يا إخوة هذه القاعدة. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، إذا جاء التحريم
تحريم كشف العورات، تحريم عدم استقبال القبلة، تحريم لبس الحرير، تحريم إذا جاء في نفس العمل أو ما كان متعلقا بشرطه فهذا يفسد العمل، لكن إن لم يتعلق فالصلاة صحيحة والإثم على ما فعل. طيب لو صلى في أرض نجسة هل تصح صلاته؟ ها؟ لا تصح، لأن من شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، طهارة الثوب والبدن والمكان. طيب أرض نجسة جافة، القاعدة عندنا تقول جاف على جاف طاهر بلا خلاف، صح؟ هذه قاعدة، جاف على جاف طاهر بلا خلاف. لو الآن أنا أتيت إلى الكرسي هذا وقالوا يا شيخ هنا بال الطفل، أين البول؟ قد جف، لا بأس، أنا ثوبي جاف جلست عليه، يصح ولا يصح؟ طاهر بلا خلاف، انتقلت النجاسة؟ ها؟ جاف على جاف هل تنتقل النجاسة؟ ما تنتقل. قلت خلاص أصلي النافلة قاعدة، الله يصح؟ ها؟ لا يصح، جاف على جاف طاهر بلا خلاف في انتقال النجاسة، مثل نجاسة في الأرض جفت، هل يجوز أن تصلي عليها؟ ها؟ نجاسة جافة في الأرض هل يجوز أن تصلي عليها؟ ها؟ لا يجوز، جاف على جاف طاهر بلا خلاف في انتقال النجاسة. فلو كان ثوبي مبللا فيه بلل رطوبة ماء وجلست على الكرسي فيه نجاسة جافة، تنتقل النجاسة أم لا؟ انتقل النجاسة جافة، ثوبي النجاسة رطبة في بول أثر وثوبي جاف، تنتقل أم لا تنتقل؟ تنتقل. فجاف يعني عندما نقول جاف على جاف طاهر بلا خلاف، يتعلق بنقل أو بانتقال، نحن نقول بانتقال، بانتقال النجاسة. لماذا نحن نأخذ هذه القاعدة؟ يعني الآن إذا جفت النجاسة هل تطهر؟ أخذتم وسائل الطهارة صح مع الشيخ لبيب؟ هل الجفاف واليبس تطهير؟ أليس الاستحالة عندنا للشافعية الاستحالة تطهير صح؟ من وسائل الطهارة الماء والتراب والجمع بين الماء والتراب والاستحالة، ها صح ولا لا؟ إذا استحلت الخمرة تحللت إلى خل طهرت بدون تدخل، وكذلك عند بعض الفقهاء الوسائل ستة إضافة إلى الماء والتراب، الماء والتراب مثل نجاسة الكلب، وكذلك الاستحالة إذا استحالت العذرة رمادا، وكذلك اليبس عند أبي حنيفة، أبو حنيفة استدل بحديث طهارة الأرض أو زكاة الأرض يبسها، زكاة الأرض يعني طهارتها يبسها، والحديث ضعيف ويخالف ما جاء في الصحيحين. ما الحديث؟ ما الدليل على أن اليبس لا يطهر؟
أو لا يطهر الأرض والشمس، التشمس لا تطهر النجاسة، صح لا؟ ثوب نجس تركته بعد أسبوع أسبوعين أتيت تلبسه لا تظهر فيه نجاسة، يجوز؟ ها؟ بعد أسبوعين، بعد شهر، بعد سنة، ها؟ يجوز؟ يجوز؟ لا؟ جبريل يقول لا، هو عنده ليس الوحي، عنده الهذا، ها؟ أستاذ أركي يقول يجوز، ها؟ لكن نقول لا يجوز، لأن هناك من شروط إزالة النجاسة تعين الماء عند الجمهور، يتعين الماء في إزالة النجاسة. أبو حنيفة عنده الآن، أنت هل يجوز عندنا، هل يجوز عند الجمهور الوضوء بهذا الماء؟ لا يجوز. هل يجوز إزالة النجاسة به؟ ها؟ لا يجوز. عند أبي حنيفة يجوز، أي سائل حتى بالسوسو، لكن عندنا لا يصح، لأنه يتعين الماء المطلق، الماء المطلق في رفع حدث أو إزالة نجس. نعم. طيب، القاعدة التي بعدها 21، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذا قاعدة تقول، قاعدة 21، لا ضمان في دفع الصائل. قاعدة وفيه تفاصيل، ما هي التفاصيل؟ الآن ما معنى الصائل؟ الصائل، الصائل يعني المهاجم عليك، هجم عليك بشر، حيوان، دفعته مات، فركزه موسى فقضى عليه. أحيانا جاء رجل يهاجمك من بعيد وبيده عصا يريد أن يضربك، فأنت ضربته، فتلف عضو أو مات الرجل، لكن هناك تفاصيل، يدفع الصائل بأقل ما يندفع به، يدفع الصائل بأقل ما يندفع به. لهذا يقول الفقهاء، فإذا كان يندفع بالصوت فلا يجوز العصا، وإن اندفع بالعصا فلا يجوز بالحديد، وهكذا. طفل صغير جاء حامل عصا، صغير عمره 10 سنوات، 7 سنوات، اسكت اجلس، لا جاب عصا، انت اخذت عصا اكبر وضربت براس الصبي حتى شققت راسه. الصائل يدفع الصائل باقل ما يندفع به، فان كان يندفع بالصوت اجلس، انا اريك عيب، خلاص يخاف. وإن كان يندفع بالعصا لا يجوز الحديد، عندك حديد عندك عصا، وهذا جاء يهجم عليك، أخذت الحديد، لا
أخذت سكين، خذ عصا، في عصا في سكين، ماذا تأخذ؟ خذ العصا. عندنا في آلي جاي عندنا قناص، تعرفون كلاشينكوف، مسدس، بيستول، تعرفون مسدس، جاء أخذ المسدس وقتله. لما قتلته؟ هو كان فينظر خلف، هو جاي لرجل آخر، حتى ما كان جاي صائل عليك. فهذا مهم جدا. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. طيب صال عليك حيوان، جاء جمل هائج، يقال الجمل الهائج. ما معنى هائج؟ يعني خلاص، إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منه هكذا فافعلوا به هكذا. البعير إذا ندى، يقول إذا ندى البعير يجوز لك أن يتحول من التذكية إلى الصيد، حكمه من الذبح إلى الصيد. يا إخوة خلوا النقل، أنا أبقي ثم أنقل. الآن قلنا الحيوان البهيمة، بعير، جمل، أنت ندى. ما معنى ندى؟ استوحش فهرب. أحيانا قال صلى الله عليه وسلم إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، يعني لها هيجان وأشياء يصبح مثل الوحش. هنا ماذا تفعل؟ لا تستطيع أن تمسكه فتصطاده، ينقلب حكمه من حكم التذكية الذبح إلى حكم الصيد. الصيد كيف تذكيه؟ بسم الله وترمي الصيد، فإن مات أنت قد ذكرت اسم الله، وإن أدركته حيا فذكه. الآن غزال في الغابة، أصبت غزال، بسم الله الله أكبر، أصبته، ذهبت لكي تأخذ الغزال وجدته ميتا، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز، أنت قد قلت بسم الله، الآن لا يحتاج إلى تذكية، واضح؟ الإبل إذا هرب وأصبح مثل الوحش لا أحد يستطيع أن يمسكه، جاز. تعرفون الحديث عند الإمام أحمد وغيره بسند جيد، قال ند بعير لنا فأتى النبي صلى الله تعالى وسلم فقلنا يا رسول الله لا يؤذيك، يعني أصبح مثل الوحش. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يقرب منه، قال يا رسول الله لا يؤذيك، فقال دعوني. فلما قرب منه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالبعير يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وأناخ لرسول الله، فقال يا رسول الله إن نحن أولى بالسجود لك من هذا البعير، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وايم الله لو استقبلته وهو يثعب دما من راس دما وقيحا من راس الى اخمص قدميه، فاستقبلته فلحسته ما ادت الحق الذي له عليها. واضح حديث، لو استقبلت المراه زوجها وهو يثعب دما وقيحا، يعني ينزف دم وقيح، فاستقبلت زوجها ولحست الدم والقيح، لو يعني هذا ليس لا يجوز، الدم والقيح نجس، لو فعلت ما أدت الحق الذي له عليها. لكن النساء لا تذكر لهن هذا الحديث دون أن تقوم بواجب كذلك، لهن حقوق كذلك، كما أن عليهن واجبات، وأنت عليك حقوق كما أنها عليك واجبات، كما أن لك حقوقا. ولذلك بعض الشباب عندما يدرس المذاهب وكذا، فعند الشافعية وبعض الأئمة لا يجب الزوجة أن تخدم زوجها، ويجب عليه أن يأتي لها بخادمة،
الخدمة ليست واجبة عند الشافعية. فيقول يعني فمن ستقبل تتزوجك وأنت لا ترى وجوب الخدمة؟ تعمل لك مشكلة. فقالوا المرأة للاستبطاء وليس للخدمة، الكوي والغسيل والطبيخ هذا تأتي خادمة، أما المرأة فقط للفراش والولادة، حتى الرضاعة إذا كانت ما تستطيع ما تقدر تأتي لها بمرضعة. فانتبه أن تتزوج شافعية فقيهة. أخي رحمه الله كان لأخ أصغر مني بسنتين، فعندما أراد أن يتزوج فجاء صهره زوج أخو المرأة التي خطبها، وكنا قعودا أنا وأخي هذا الذي يريد الزواج ووالدي رحمه الله. فقال هذا الأخ الذي أخو المرأة، قال طبعا تعرف يا شيخ يعني خدمة الرجل من الزوجة ليست واجبة، وحتى لا يستطيع أن يأمرها اذهبي وإيتي لي بماء. طبعا الوالد سمع كلاما غريبا حتى لا يقول لها جيب ماء، فقام من المجلس قال أخي يلا ابحث لك عن امرأة أخرى، وخرج من المجلس. فقلت له يا أخي ليست هكذا المسألة، لا يقال هكذا. وأخي كذلك تعصب قال لا 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 أريد امرأة لا تخدمني. وأيش زواج هذا؟ طبعا المسألة هذه يعني وإن كان جمهور الفقهاء يرون ذلك، لكن يعني هل الخدمة واجبة أو مستحب؟ لكن عندما نجد أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العمل والخدمة، يعني تتعب بخدمة علي بن أبي طالب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أمر إذا فعلتيه ذهب، إذا أتيت مضجعك من النوم فقولي الله أكبر 34، الحمد لله 33، سبحان الله 33، يذهب عند النوم. إذا أتيت بها الأذكار تشعر براحة ويذهب التعب كله، لا يبقى عليك تعب. نعم، فهذه المسألة مهمة جدا. طيب إذا كان هذا الصائل عليك، لكن إذا كان الصائل هذا لغيرك وأنت أتلفت هذا الصائل، فعلى من قمت له بالضمان عند بعضهم؟ يقولون لأن يعني الصول قد يكون غير متحقق، وأنت بذلك يعني قمت بعمل للغير. لكن إذا كان الصائل كذلك يضر الآخر فهذا من باب إنقاذ أخيك، فلا بأس إن شاء الله تعالى. واضح القاعدة؟ هل يدفع الصائل بأقل ما يندفع به؟ فإن كان يندفع بالصوت فلا يصح العصا، وإن دفع بالعصا لا يصح الحديد، وهكذا كما ذكرنا. القاعدة 22 قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أل في اللغة لا عدة معاني، وهنا في الأصول عندنا أل للاستغراق يعني تفيد العموم والعصر. إن الإنسان لفي خسر، من الإنسان؟ جميع الإنسان، كل الإنسان إلا من استثنى الله عز وجل. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كذلك مثلا في قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان كذلك كل إنسان. أحيانا هنا قال في الجمع والإفراد كالعليم، العليم مفرد، العليم تفيد ال إيه؟ هل علم الله محصور أم عام؟ الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور،
يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء سبحانه وتعالى. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إن المجادلة لجاءت إلى رسول الله تجادله وإني لأسمع بعض كلامها ويضيع بعضه. يعني أسمعها تقول كلام وهي كم حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، كم حجرتها؟ حجرة غرفتها مثل هذا المسجد حوالي ها؟ كان إذا قام الليل وهي ممتدة معترضة كالجنازة هكذا، إذا أراد أن يسجد يغمزها بقدمها، ترفع قدمها يسجد. عندما تذهب إلى من ذهب إلى المدينة يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكان هذا القفص الذي أعد هذا ليس حجرة عائشة كلها، فقط الوسط، النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط، أبو بكر وعمر والنبي عليه الصلاة والسلام كلها لا تزيد عن مترين ونصف أو ثلاثة متر، يعني مثل هذه الطاولة مرتين وهكذا، هذه حجرة عائشة. والمجادلة موجودة وعائشة، الله عز وجل قال إيه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الله سمع ما قالت هذه المرأة سبحانه. فقالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات. فالله عز وجل عندما تقول السميع العليم الخبير الغفور الودود معناه بأل المطلقة. ولذلك عندما تدرس الأسماء والصفات لا تدرسها كأسماء وصفات إثباتا وعدما ومع، لا، أدرس ما معنى الغفور، ثم هل تستطيع أن تكون غفورا كذلك؟ الرحيم، هل تستطيع أنت كذلك أن تكون رحيما؟ الأسماء والصفات معناه أن تتحلى بتلك الأسماء وبتلك الصفات التي يجوز للبشر أن يتحلوا بها، بخلاف بعض الصفات والأسماء كالعزيز الجبار المنتقم المتكبر لا يصح، لكن العزيز الغفور، حتى العزيز يعني عزة النفس غير العزيز بمعنى الكبرياء، لكن الغفور الرحيم الودود الحكيم الحليم هذه كلها. ولذلك في حديث الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحيح قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ قال حفظها وعمل بها، عمل بها ليس أحصاها فقط حفظها، مثل حفظ القرآن، بعض الناس يحفظ القرآن لكن لا يفقه. الآن كثير يحفظ القواعد الفقهية، يحفظ لا 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 لا. تقول ما معنى هذا البيت؟ كم قواعد مندرجة في هذه القاعدة؟ لا أعلم، أنا أحفظ. ولهذا ينبغي طالب العلم أن يحرص. وذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كبار السن لا يشغلوا أنفسهم بالحفظ، اللي يكون فوق الأربعين فوق الخمسين يحاول يحفظ يحفظ، يأتي اليوم الثاني قد نسي. لم إذا ما حفظت في هذا السن، أنت الآن في سن الحفظ، إذا كبرت لا تستطيع، تأتي غدا نسي، عندك زوجة عندك أولاد عندك مصاريف عندك فلوس أموال تريد، ما في آية ما في ساتو ما في كذا ما في، روح جيب روح ناسي انتهى، روح ابحث جيب. قال الشافعي: لو كلفت بشراء بصلة ما حفظت مسألة. لكن ليس على الإطلاق، يعني إذا كلف يشغله. لماذا قيل ابن دقيق العيد سمي بالدقيق العيد؟ لأنه طلب منه أن يأتي بدقيق العيد فنسي، فكان في الخطبة كلما ذكر دقيق العيد فسمي ابن دقيق العيد، قيل هكذا فقيل غير ذلك. وقال: تفيد الكل في العموم، تفيد الكل
في الجمع والإفراد كالعليم، العليم في الإفراد. الجمع الإنسان، إن الناس يا أيها الذين آمنوا، الذين، الرحمن الرحيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، كلها تفيد الاستغراق. إنما المشركون نجس، أي مشركين؟ كل المشركين، في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الأعمال أي عمل؟ جميع الأعمال إلا ما جاء به استثناء. القاعدة التي بعدها القاعدة 23، أنتم رقموا القواعد عشان تحفظها. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، النكرة في سياق النفي أو النهي. في سياق النفي مثل قوله تعالى لا إله إلا الله، كقولك لا رجل في الدار، كقولك لا طالب في المسجد. قال ولكن هناك طالب، قال هذا ليس طالبا، هذا طالب، لماذا نفيت؟ النفي هنا في النكرة لا طالب، يعني لا يوجد طالب، هناك عمال يعملون وليس طلابا. أنا قلت لا طالب في المسجد، تقول لي هذا، هذا ليس طالب، هذا عامل، يصح أم لا يصح الاستثناء النفي؟ يصح، صح ولا لا؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا إله يعني ليس هناك إله، لكن هل ليست هناك آلهة إلا الله، أم هناك آلهة تعبد من دون الله؟ هناك آلهة كثيرة، ملايين الآلهة، الهند فقط يعبدون آلاف الآلهة. لكن لا إله بحق، ولا بد من تفسير هذه كما يقول أهل السنة، لا إله بحق إلا الله. من أعجب ما رأيت في الهند يعبدون الذكر، والطائفة أخرى تعبد الفرج. ها؟ الذكر، ذكر الإنسان، قالوا هذا هو السبب، هو الذي أتانا بهذه الدنيا، لأنه لولا الذكر لما حملت الزوجة. الطائفة الثانية قالوا لا، لولا الفرج لما خرجنا إلى الدنيا. الحمد لله على نعمة الإسلام. ورأيت معبدا للفئران يعبدون الفار، معبد مليء بالفئران، فماوس، you know، ليس ماوس الكمبيوتر، ماوس حقيقي. فينبغي أن نحمد الله على نعمة الإسلام والإيمان. كذلك عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي ولا قوة، لا حول، هل هناك حول خاص غير الحول العام؟ كل حول وكل قوة عندي من الله تعالى، نكرة في سياق العموم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أين النكرة؟ بشيء، أي شيء من علمه إلا بما شاء. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أين النكرة؟ شيئا. كذلك نفس، يوم لا تملك نفس، كل النفوس، إلى آخر نصوص الكتاب والسنة. فإذا كانت النكرة في النفي أو كانت في النهي، كما في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هنا لا إيش، نهي أو نفي؟ نهي،
فلا تدعو. ما الفرق بين لا النافية ولا الناهية؟ ها؟ لا الناهية تدخل على إيش؟ على الأفعال وتجزمها. لا الناهية فإن لم تؤمنوا ولن تؤمنوا، لم ولن، عفوا هذه لم، لا وأما المساجد فل، وأن المساجد للا فلا تدعو، هي أصلها إيش عرب فلا تدعو؟ تدعو فعل إيش؟ فعل مضارع مجزوم بإيش؟ بحذف النون. تدعون فلا تدعوا مع الله أحدا إذا كان يعني بالجمع، أما فلا تدعوا أنت لا، الآية فلا تدعوا بواو الجماعة، فهنا مجزوم بحذف النون. الأفعال الخمسة يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين ترفع بإيش؟ بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون، والواو والألف والياء فاعل، يفعلان الألف فاعل، تفعلون الواو فاعل، تفعلين الياء فاعل، واضح. القاعدة الرابعة والعشرون: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. كذلك من وما، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. من عمل، أي إنسان عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، إيش عرب الواو؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل: من عمل صالحا، من عمل هنا من للعموم، أي إنسان يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ما إعراب الواو؟ وهو واو الحال، وهو مؤمن مبتدا وخبر جملة حالية، يعني أي إنسان يعمل عملا صالحا وهو مؤمن، أما أي إنسان ولو كان كافرا لا. الكافر إذا عمل صالحا هل يجازى؟ ها؟ لا يجازى، يجازى في الدنيا ولا يجازى في الآخر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما هو الهباء؟ الهباء القطن، التراب، الهباء. أرأيت لو أن هناك خرما صغيرا، خرم ماذا تقول؟ خزق، فتحة صغيرة يدخل منها ضوء الشمس، ماذا ترى؟ ترى مثل الغبار، لا تراه بالعين إلا بضوء الشمس تراه، هذا يسمى هباء، هذا الهباء منثورة لا تستطيع على مسك. أعمال الكفار في الدنيا. قال قائل: أحيانا بعض الشبهات، هذه شبهة احفظوها واحفظوا الرد عليها، يقول: أنتم المسلمون ماذا قدمتم للبشرية؟ أديسون، تعرفون أديسون؟ أديسون الذي اخترع الكهرباء، مصباح. نيوتن، إسحاق نيوتن صاحب نظريته أبل، تفاح، الجاذبية. ما تدرسون هذا في المدارس؟ أينشتاين درستم، لكنكم تدرسون للشهادة،
فإذا انتهت الشهادة انتهى العلم. مصيبة. أدرس حتى العلوم الدنيوية لكي تزداد علما. يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله قالوا هل يدخل الأجر طلب العلم حتى في العلوم الدنيوية؟ قال نعم، ليس فقط علوم الشرعية، حتى العلوم الدنيوية. لو ذهبت تدرس الاقتصاد، السياسة، الطيران، هندسة، تنال أجرا أم لا؟ إنما العمل بالنيات. أنا عندي دبلوم ميكانيكا عامة، مهندس في الميكانيكا العامة وبالإنجليزي دبلوم، لكن دكتوراه في العلوم الشرعية، في البكالوريوس في الشريعة والقانون. ها؟ الشيخ لبيب عنده دراسة في الاقتصاد الإسلامي، عنده دكتوراه في الفقه. فكلما تعددت العلوم عندك هذا نعمة من الله. عندنا لماذا أنا أخذت ميكانيكا دبلوم؟ لأن ما كانت عندنا دراسات إسلامية، نحن شباب أيام الشيوعية ما في كلية شرعية ولا إسلامية ولا شيء، فدرسنا بدراسات الدنيوية دبلوم. فأقول هذه العلوم تستفيد منها وتؤجر عليها إذا نويت بها النية الصالحة. نعم، ماذا كنا نقول؟ فهذا الآن أديسون، أينشتاين، إسحاق نيوتن قدموا للبشرية، يوم القيامة أين يذهبون؟ جهنم أم الجنة؟ جهنم، وبئس المصير. فيقول قائل هؤلاء نفعوا الأمة، يذهب النار، وأنت ماذا فعلت؟ لم تخترع حتى الثوب الذي تلبسه تدخل الجنة؟ نقول تعال، أديسون عمل لمن؟ عمل لمن المصباح؟ للناس، صح؟ أو عمل لله؟ ها؟ عمل للناس. من أين يأخذ جزاءه؟ من الناس ولا لا؟ أخذ. الآن نحن نمدح، لا يستحق أن نذكر اسمه في هذا المكان الطاهر المبارك، لكن هكذا أخذ أجره من الناس لأنه فعل لي الناس. أنا موظف عند أركي، أشتغل عنده لمدة شهر، ثم نهاية الشهر أذهب إلى دراري أقول له اعطني راتب الشهر الماضي. أنت عملت عند من؟ قلت أنا عملت عند السادات. طيب اذهب خذ. قال لا أنا أريد منك. يجوز؟ من عمل عملا وأشرك معه غيري تركته وشركه. أنت عملت لله، نحن نعمل لمن؟ لله. الله يجازينا يوم القيامة، نريد الجزاء من الله. هؤلاء عملوا للبشرية وجدوا جزاءهم في الدنيا، صح ولا لا؟ الذي يعمل عند مدير، هذا مديري أنا أعمل عنده، أذهب عند دراري، أذهب عند رزقي، عند هادي، أقول له أعطيني راتب. عند من تعمل؟ قال اذهب عنده، أنا لم تعمل عندي. أليس من الحكمة والعقل أني أخذ الأجر ممن عملت لأجله؟ أليس كذلك؟ ها؟ بلى، واضح. نعم، فهذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس يقول أوه صحيح، يعني أنتم المسلمون ما قدمتوا شيء ثم تدخلون الجنة، وهؤلاء عملوا وعملوا ويدخلون النار. هؤلاء عملوا للدنيا فينالون أجرهم من الناس، عملوا للناس في الدنيا ينالون أجرهم من الناس وفي الدنيا. معذرة، ليه ما تنبهني؟ انتهى الوقت، لأن هناك أسئلة. السلام عليكم يا شيخنا، أحبك في الله. ما أجمل هذه الكلمة، أحبك الله الذي أحببتني فيه. قال لي بعض طلاب الجامعة عندنا،
يقولون عندنا عيب لا نقول أحبك، هل صحيح؟ اندونيسيا عيب لا تقول للولد أحبك، ها؟ ليس عيبا، لكن لا تقولون. هل هذه عادة مضطردة أم مضطربة؟ هم يقول أحد الطلاب يقول نحن لا نقول إني أحبك. قلت لا، تقول إني أحبك في الله، هذا مستحب، ولذلك أقول إني أحبكم في الله جميعا. ماذا يكون الجواب؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله ذاك رجل أنا أحبه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل أخبرته؟ قال لا. قال اذهب وأخبره، روح كلم لا تسكت. ولذلك كلمة جميلة جدا، عندما يأتي إليك إنسان ويقول يا شيخ إني أحبك في الله، الآن كل الرسائل بتجي إني أحبك في الله، السلام إني أحبك جميعا، أحبكم في الله، وجميعا تقولون أحبك الله الذي أحبك. فهذه سنة مهجورة كذلك، إحياء السنن. أعددت لكم بعض إن شاء الله توزع لكم غدا بعض السنن المهجورة من بعض الأعمال، بعض مثل السواك، مثل بعض الصلوات، إن شاء الله تنسخ وتوزع لكم. المحاضرة بالأمس نسيت أسأل، الخط واضح صح؟ خط المحاضرة المكتوب واضح؟ أي. قال ما هو أفضل إذا جاء شخص المسجد فيه مجالس العلم، هل يصلي صلاة تحية المسجد أو يجلس؟ أنا أسألك أنت هذا السؤال، ما رأيك؟ تجلس تستمع العلم أو تصلي تحية المسجد؟ ها؟ الحديث واضح. هل هناك علم أفضل من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ هل هناك علم أفضل من علم رسول الله؟ هل هناك أحد أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب؟ وجاء سليك الغطفاني قال قم فصلي ركعتين، ما قال له خلاص اجلس، لا. لكن الآن نحن نصلي، قام واحد قال أنا سأصلي الضحى، لا اجلس. كان الإمام مالك يحدث فقام رجل فقال ماذا تصنع؟ قال أصلي النافلة، قال اجلس. أما ترى نحن في علم؟ لا تصلي النافلة الآن، لكن لو دخل المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، واضح يا إخوة؟ وحديث سليك أكبر دليل على ذلك. شيخنا ما حكم اتخاذ الأصوات المرتلة في القرآن والأذان منبها؟ هذه في الحقيقة عفوا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا لا أحبذ، الله أعلم، لا أعرف فتاوى لأهل العلم، لكن لا ينبغي أن تأخذ المنبه أذان أو قرآن أو دعاء، تدخل الحمام فإذا بالجوال يتصل دعاء السديس، اللهم الله وأنت في الحمام، أو وضعت جوالك فوق وأنت الله يكرمكم في الحمام تقضي حاجتك والجوال يصيح، أو في الثوب، هذا لا ينبغي، اجعل لك رنين عادي ما فيها شيء، ولا تجعل الموسيقى، موسيقى لا يصح. يعني ينبغي لك أن تحذر من هذا. كذلك بعضهم يعني لا يجوز الموسيقى أو الأشياء أو الأغاني، ولا كذلك الأذكار. ثم القرآن ليس يعني نغمات الجوال، القرآن ما أنزل لهذا، القرآن ما أنزل لكي تجعله نغمة لجوالك، هذا يعني رأيي الخاص والله أعلم. لكن أظن أن هناك، لا أتذكر في من أهل العلم من يقول ذلك، يعني لا يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ما حكم أكل لحم الحصان؟ لو وجدت حصانا لابد أن تدعوني لأكله، ها؟ خلاص عندك أنت، اشتري حصانا ونذبحه، يباع لحم الحصان، كم سعره؟
كيلو ساتو 300,000. الوجبة 30,000 وجبة فقط 30. أيوة لحم، قد يكون لحم أندلسي صغير، أنتم تأكلون لحم القرموط سمكة صغيرة، هذا عندنا لا يمكن تقدم لواحد سمكة إيه، ولا تقدم له تلو حبة واحدة إيش 10 حبات. أوه تمام، قرموط 5 حبات 7 حبات هذا. لكن هكذا الأكل، السنة السنة والصحة أن تأكل ثلث للطعام ثلث الشراب ثلث. خلاص عليك بنذهب نتغدى سويا أنا وأنت والطلاب لحم الخيل، لكن المطعم يقول أنا ما عندي هذا العدد. كنا في السودان، نحن اعتدنا في اليمن يعني اللحوم لما تباع تحصل لحوم معلقة 2-3-5-10 يأتي الناس يشترون. فأحد المشايخ ذهب يشتري لحما في السودان، عندهم مساكين يعني زي هنا ما تجد رأس كامل، معلق قليل 5 كيلو 4 كيلو، فعنده قال أريد 3 كيلو، قال لا يوجد، قال هذا أعطني، قال لا هذا سأبيعه طوال اليوم، أنت لو أخذت 3 كيلو ماذا أفعل بعد ذلك؟ قال خلص روح البيت، اذهب ارجع لبيتك بعته. قال لا هناك ناس يأتون يشترون ربع كيلو نصف كيلو. قال فأقنعته يبيعني 2 كيلو، أنا محتاج عندي ناس، فباع له 2 كيلو. فهنا كذلك عندما نذهب إلى السوق الله المستعان سبحان الله. أكل لحم الحصان عند الجمهور جائز وكرهه أبو حنيفة، لكن الصحيح أن الله عز وجل قل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، جاء ركوب وجاء الزينة. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال أو أباح لهم أكل لحوم الخيل والحمر الوحشية إلا الحمر الإنسية، الحمار أكرمكم الله الإنسي يسمى حمار إنسي أو يقال الحمار الأهلي، هذا الحمار ماذا يقول الحمار؟ قلداي ق ولا ق ق ق ق صعد صعد. الغنة وقبلناها لك ق هذا سبحان الله. اللغة العربية ليس هناك أجمل منها، ليس هناك تكلف في اللغة العربية، أليس كذلك؟ بلى ها؟ نعم الضاد الضاد ضاد ما في تكلف ضاد، لا تقول الضاد لا ضاد، ضرب ضرب. لكن يعني ما أستطيع أن أنطق هذا صعب سبحان الله. كذلك الإنجليزي أحيانا بعض الألفاظ مثل church ch عندكم الـ c ينطق ch صح chu chu فهذه يعني متى يقرأ دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعد السلام؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قاعدة ولكن في الحقيقة انتقدت هذه القاعدة حتى من ابن القيم رحمه الله، يقول كل ما كان ذكرا يكون بعد السلام وكل ما كان دعاء يكون قبل السلام، لكن هذه القاعدة ليست مطردة. وردت أدعية بعد السلام منها ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد سلامه في صلاة الفجر اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، هذا دعاء ولا ذكر؟ دعاء بعد السلام. فبعضهم يتشدد في هذه القضايا، المسألة في سعة. ولذلك هناك كتيب جميل
للشيخ سعيد بن عبد القادر باشنفر أحد المشايخ في المملكة في جدة، وقدم له الشيخ بن جبريل. وأنا جلست مع الشيخ سعيد وله كتابات جميلة جدا خصوصا في فقه الشافعية، وهو من حضرموت يعني، لكنه متسعود سعودي أصله من حضرموت باشنفر صاحب البن. تعرفون البن؟ بن بن كافي سمى بن الخير. المهم له كتاب في ذكر الأدعية، الأدعية بعد الصلوات. بعض الطلاب العلم لا تراه يدعو أبدا بعد الصلاة الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسمع الدعاء في جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. لكن شيخ الإمام أو الشيخ ابن باز رحمه الله قال دعاء الإمام وتأمين الناس هذا هو الذي لم يشرع، الدعاء الجماعي. أما أنك تدعو لنفسك وأحيانا تدعو أحيانا لا، هذا السنة، هذه سنة مهجورة في الحقيقة. فدعاء الاستخارة يكون إما أن تدعو قبل السلام وإما بعد السلام. إن كنت تحفظ الدعاء فأيت به قبل السلام، أنت بالخيار ويجوز ذلك. إن كنت لا تحفظ وتقرأه من الكتاب بعد السلام. هل هناك فرق بين الاستغراقية والجنس؟ كيف نفرقهما؟ الاستغراق تكون للجنس وتكون للعهد الذكري، ولا هناك تفاصيل. إذا وقع النجس عند المكان الواسع المبلول فهل ينتشر النجس إلى جميع المكان؟ ومثال ذلك في مكان الوضوء. وقع النجاسة المكان الواسع المبلول، إذا صلت النجاسة نعم، مثلا واحد بال في ساقية الماء أصبح الماء كل هذا نجسا، ولكن ما هو ضابطه؟ إذا كان أقل من قلتين. أما إذا كان أكثر من قلتين فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان أكثر من قلتين، والقلتان كم؟ كما أخذتم في الفقه؟ قرابة 200 لتر، 200 لتر. قلة سميت قلة لماذا؟ لا يستطيع الإنسان أن يقلها بصعوبة. يعني 200 لتر، 100 لتر يعني 100 كيلو، 200 لتر 200 كيلو، 4 أكياس من الإسمنت. صعب تحمل كيس اسمنت اندلسي يعني بالغصب. عندنا ما الأصل في حكم الأضحية ولا نعلم هل تذبح بالتسمية أم لا؟ حكم الأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور وعند أبي حنيفة واجب الأضحية، لكن هو يقصد هل الذبح يعني التذكية أم الأضحية؟ الأضحية في عيد الأضحى، الأضحية في عيد الأضحى سنة مؤكدة. يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا أو من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، ولكن من باب التأكيد سنة مؤكدة للمقتدر. أما أبو حنيفة فقال هي واجبة. هل زوجة النبي لوط ونبي الله نوح من أمهات المؤمنين لأنهن زوجات النبي وهن كفار؟ سؤالي لماذا نجيب لمن يقول أن الله في كل مكان؟ طيب السؤال الأول، أولا وأزواجه أمهاتهم، هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري هل هو لجميع الأنبياء الله أعلم، من كان عنده علم يفيدنا الآن، هل زوجات جميع الأنبياء مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أحد اطلع على هذه المسألة؟ أنا لم أطلع عليها، ونراجع إن شاء الله ننظر. يقول ماذا تجيب؟ يقول أن الله في كل مكان. إن قال إن الله في كل مكان بعلمه وبقدرته وبحفظه وإحاطته فنعم، أما إذا قال بذاته فكان كما يقول الجهم سبحان ربي الأسفل. يقول لماذا تقول سبحان ربي الأعلى؟ الله ليس فقط في الأعلى، في الأعلى وفي الأسفل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماوات ذهب إلى الله، ويونس عندما ذهب إلى أقصى الأرض في البحر ذهب إلى الله. هذا طبيعي، الطفل الصغير إذا قلت له قل يا الله ماذا يقول؟ يا الله يا الله، أم يقول يا الله؟ هذه طبيعة الله عز وجل جعلها في النفوس البشرية،
فعندما تقول الله في كل مكان بذاته هذا كلام كبير. ما حكم التلفظ بالنية وإن كانت بدعة كما يقول ما أدري يقول أستاذ يزيد ما أدري، فما دليلها؟ التلفظ بالنية لم يثبت بها نص، ولا تقول أمام العوام التلفظ بالنية بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الناس عند الشافعية لا بأس، حتى النووي قال لا بأس بالتلفظ بالنية لكي يعين اللسان والقلب، ولكن كلام النووي كل واحد يأخذ من قوله ويرد. إذا كان نية يعني يتلفظ يستعين، أما الآن الناس نويت أصلي لله تعالى 4 ركعات صلاة المغرب، الله أكبر، صلاة المغرب 3 وأنت تنوي 4 ركعات، وبعضهم الإمام راكع نويت أصلي لله تعالى 4 ركعات صلاة الظهر خلف هذا الإمام مقتديا متوجها، سمع الله من حمده جالس يبي. هذه يعني، لكن للعوام تقول لهم الأصل النية في القلب والتلفظ بها غير مشروع. أرأيت، قل للعامي، أرأيت لو أتيت لصلاة الظهر وأنت موقن أنها ظهر وقلت نويت أصلي صلاة العصر، صلاتك صحيحة أم باطلة؟ الآن العامي قل له ماذا؟ هو يقول العصر وهي ظهر، هو يعلم أنها ظهر، وعاد ما أكل، جائع، ما في مكان، ولكن نطق باللسان العصر، صلاته صحيحة بلا خلاف. حتى عند الشافعية الذين يقولون يستحب، الشافعية عندما يقولون استحب التلفظ بالنية لا يقولون يجب، إنما يستعين بلسانه على القلب، كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. فهذه المسألة لا تثيرها للعوام حتى العوام يقبلوا منك. فإذا عندما تقول لهم لا بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لن يأخذ منك علما ولن يحترمك ولا علمك، وأنتم الوهابية أنتم تبدعون الناس، وأنتم وأنتم وأنتم.